إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، يوم جديد من عالم الفلك حمل معه تبدلات وتغيرات لتوقعات الأبراج من تبع سوا عبر إذاعة إم راديو. البداية مع برج الحمل. قد تشعر ببعض القيود اليوم، ولكن في الحقيقة هذا في صالحك، ومن هنا يخبرك الفلك أن أهدافك ليست بعيدة، والتعجل سيؤدي إلى بعض الأخطاء فتمهل. مهنياً، تصل في العمل إلى نتائج كنت لا ترغب في الوصول إليها، وقد لا يكون أمامك فرصة للتراجع. عاطفياً، لا تبتعد عن الحبيب أكثر من هذا حتى لا تخف مشاعره تجاهك ويستطيع أن يعتاد غيابك. صحياً برج الحمل، قد يخيل إليك أنك تشعر بألم في مختلف أنحاء جسمك، يستحسن مراجعة الطبيب. ننتقل لبرج الثور. اليوم لديك عقبة ما في مشاعرك وتشعر أنك على صفيح ساخن، ومن هنا يخبرك الفلك أن عليك السيطرة على أعصابك، فالغضب لن يأخذك إلى مكان آخر. مهنياً، لا تقلق بشأن العمل، فمشاكله تتجدد من وقت لآخر، عليك فقط محاولة حلها بهدوء وحكمة. عاطفياً، عليك الآن إصلاح ما أفسدته مع الحبيب، وألا تترك الأمور دون حل حتى لا تندم فيما بعد. صحياً برج الثور، أنت تشعر اليوم بالقيادة والهدوء، استغل هذا في الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز. منكمل مع برج الجوزاء. اليوم أفضل رهان هو الرهان على نفسك ومدى التركيز على طاقتك، ومن هنا يخبرك الفلك أن تبحث عن راحتك ولا تكبح ميلك في العثور على أخطاء في من تحب. مهنياً، يعرف الرؤساء أهميتك جيداً، لذلك لا تقلل من قيمة نفسك وضع الشروط التي تريدها ما دامت منطقية. عاطفياً، تتألق في عملك اليوم، ولكنك ستواجه بعض المشاكل التي قد تعكر صفو مزاجك. صحياً برج الجوزاء، ضبط الأعصاب المطلوب منك يمهد السبيل لإراحة نفسك من مشكلات عابرة لكنها مزعجة. منكمل مع برج السرطان. أعلم أن لكل منا ظاهر وباطن، وقد تظن أنك تعرف كل شيء عن شخص ما، وفي الحقيقة أنت لا تعلم شيئا عنه، وليس شرطا أن تنجح في شيء نجح فيه غيرك. مهنياً، تعود مشكلة مع أحد الزملاء إلى السطح مرة أخرى، وتشعر أنك لا تستطيع السيطرة على الأمر. عاطفياً، تحاول أن تتحكم في العديد من الأمور مع الحبيب وأن تتحمل عيوبه، ولكن دون جدوى. صحياً برج السرطان، اهتم بنظامك الغذائي وحقق التوازن من خلال ممارسة الرياضة، فهكذا فقط يمكنك تحمل التوتر الذي سوف تواجهه. ننتقل لبرج الخامس الأسد. لا تكثر من الكلام خاصة عن نفسك، فغالبا ينتهي بك الأمر تثرثر بأمور كثيرة كان من الأفضل أن تحتفظ بها لنفسك. مهنيا، قد تتحقق الكثير من أحلامك اليوم وتجدها تتجسد على أرض الواقع وتشعر بالسعادة. عاطفيا، لا تحاول ضغط الحبيب بمحاولة تغييره، وحاول فقط أن تتأقلم معه أو تتركه كما هو. صحياً برج الأسد، مشاريع بالجملة، لكن المهم هو الاستقرار الصحي وإيجاد ما يناسبك على المدى الطويل. منكمل مع برج العذراء. لا أحد كامل، الكل حاولوا وفشلوا مرة على الأقل كي يتعلموا كيف يصبحون أفضل. من تفوق عليك اليوم فشل أمس كي يصبح اليوم ما هو عليه. اليوم فشلت أنت، إذن غدا أنت الأفضل. مهنيا، تمر بيوم مهني لا جديد فيه مطلقا، وربما تشعر بالراحة الشديدة تجاه العديد من الأمور. عاطفيا، تحمل مسؤوليتك كاملة وحاول الإصلاح من نفسك
ومن علاقتك بالشريك. صحياً برج العذراء، خيبات الأمل المتلاحقة قد تصيبك بنوع من الإحباط، يمكن أن يعقبه تراجع في الوضع الصحي. منكمل مع برج الميزان، ينجح ناس ذو قدرات متوسطة في تحقيق نجاحات باهرة لأنهم لا يعرفون اليأس والتوقف عن المحاولة. سبب نجاح الناجحين هو إصرارهم على أن الذي لم يفشل أبداً لا يمكن أن يكون عظيماً. مهنياً، يكون يومك المهني جيداً بشكل كبير ودون مشاكل، وتستطيع التعامل بحكمة مع المرؤوسين والعملاء. عاطفياً، تكون سعيداً على جميع الأصعدة العائلية والشخصية والعاطفية اليوم، وعليك الاستمتاع بكل لحظة. صحياً برج الميزان، تحاول الإكثار من التمارين الرياضية التي تجعلك تفرز الكثير من العرق بغية القضاء على الشحوم. وصلنا لبرج الثامن العقرب. لا أحد ينجذب بحقاً إلى الأشخاص المملين والجديين للغاية. كونك الشخص الذي يتوخى الحذر دائماً أو الرافض دائماً أو لا يمكنه رؤية الفكاهة في موقف ما هو أمر غير مقبول. مهنياً، عليك اليوم الحفاظ على مواعيدك حتى لا تخسر وظيفتك وتندم لاحقاً. عاطفياً، تتزايد سعادتك بجانب الحبيب وتكون ممتناً له في الكثير من الأشياء التي فعلها لك طوال الأيام الماضية. صحياً برج العقرب، تحاول التلهي بأي شيء يبقيك بعيداً عن الهموم والمتاعب والبقاء بصحة جيدة. منكمل مع برج القوس. عندما يكون عليك الاختيار بين قول الحقيقة أو إخفائها، فننصحك بالصراحة، فلطالما كان الصدق أقصر الطرق لحل الكثير من المشكلات، ولكن عليك فقط أن تختار كلماتك. مهنياً، تشعر باليأس مرة أخرى، وقد تحدث لك مشكلة في العمل تضطرك إلى طلب إجازة لبعض الوقت. عاطفياً، تدخل في مشاكل عائلية اليوم بين عائلتك وعائلة الحبيب وتتفاقم الأمور. صحياً برج القوس، يلازمك شعور بالكآبة والإحباط جراء ضغوط عائلية تثقل عليك. عزيزي برج الجدي، اكتب أفكارك الحالية على الورق، فالأفكار التي تأتيك بشكل عرضي هي عادة ما تكون الأفضل. حتى الغلطة الصغيرة يمكن لها أن تصبح الشيء الوحيد اللازم لتحقيق نجاح كبير. مهنياً، تستطيع اليوم إحراز بعض الأهداف التي حلمت بها على الصعيد المهني، وتشعر أن أحلامك بدأت تتحقق على أرض الواقع. عاطفياً، لسوء الحظ يغدر بك الحبيب دون أن يشعر بأي مشاعر سيئة تجاه فعله. صحياً برج الجدي، تواصل تنفيذ حميتك الغذائية المترافقة مع ممارسة الرياضة بانتظام. برج الدلو، الجهد المتواصل وليس الذكاء أو القوة هو مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة. قد لا تعرف مفتاح النجاح، لكنك يجب أن تعرف أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. مهنياً، بإمكانك تحقيق إنجازات باهرة، شرط التنسيق الجيد للوقت وإبداء اهتمام ومسؤولية كبيرة، لأنك تدخل يوماً جيداً تحلق خلاله إذا قدمت عملاً مميزاً. عاطفياً، العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل. صحياً برج الدلو، العصبية غير المبررة تؤدي إلى تشنجات في الجسم، فكن أكثر هدوءاً. وصلنا لبرج الأخير الحوت. دائماً ما يلوم الناس الظروف، لكني لا أؤمن بالظروف. الناجحون في هذه الدنيا هم أناس يقومون في الصباح ويبحثون عن ظروف مواتية، وإذا لم يجدوها صنعوها. مهنياً، تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتقبل على الأعمال بحماسة كبيرة. عاطفياً، إياك التجني على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية،
قد ترتد الأمور سلباً عليك وتورطك فيما لا يحمد عقباه. صحياً برج الحوت يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائياً. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايماً تابعوني عبر إذاعة أم راديو.